السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الافتكاسات. زي ما انتوا شايفين كده، الجيركن ده كان عند مامتي. الجيركن ده من الجراكن القديمة اللي كان بيتحط فيها المخلل والحاجات دي، بس مامتي كانت قطعت الجزء اللي فوق. أنا حبيت إن أنا أستغله وأعمله إعادة تدوير. أنا أول حاجة عملتها قصيت الجزء اللي كان فوق دوت، لأن مامتي كانت قصاه مش كان مظبوط. بعد كده بدأت ان انا اغطيها بقماش الخيش. الجزء الاخير دوت لازم افنشه كويس وما يبقاش باين، عشان الفينش النهائي بتاعي يبقى مظبوط وكل حاجة في الاخر تطلع كأن انتي شارياها. القاعدة عندي الحتة الزيادة بقصقصها كده بالمقص، وهبدأ ان انا ألزقها تاني على القاعدة. انا بحط شمع كده وبلزقها بحيث ان القماشة في الاخر ما تبقاش مكلكعة معايا. بعد كده انا اجيب قطع من الكرتون على مقاس القاعدة من تحت، وهبدأ ان انا اغطيها باي قماش عندك. بس انا حبيت لون القماش ده، وكان باقي عندي برضو، بس حبيت ان انا اغطيها باللون ده بحيث يبقى ماشي مع نفس لون قماش الخيش. هبدأ برضو ان انا اقصقصها كده، وهبدأ ألم القصاقيص دي بالشمع على الكرتونة من ورا. بعد ما خلصتها هحط الشمع وابدأ ان انا ألزقها كويس واضغط عليها كويس عشان تثبت معايا. بعد كده الخطوة دي مش اختيارية، يعني حابة تعمليها حابة عادي، مش حابة خلاص مش لازم، لان كده كده الجزء الداخلي دوت مش هيبقى باين، فانا هعملها كده كده القماش موجود. هبدأ ان انا اخد المقاس كده من بره، وابدأ ان انا الزق بالشمع من الحرف من فوق، وابدأ ادخل القماشة لجوه. احط اخر نقطة شمع والزق الحتة الاخيرة، مش شرط ان انا اقصها لانها كده كده هتبقى لجوه ومش هتبقى باينة. هبدأ ان انا اشيلها كده وادخلها لجوه اهو. هحط شمع تحت القماشة عشان اثبتها كويس. كده القاعدة الداخلية دي انا مش هسيبها كده، برضو قطعة من الكرتون على نفس المقاس ابدأ ان انا اغطيها بنفس لون القماش. بعد ما غطيت قطعة الكرتون بنفس لون القماش وعملت فيها نفس الخطوات اللي عملتها في القطعة اللي في القاعدة الخارجية، هبدأ ان انا احط شمع وابدأ ألزقها. حبيت اعمل الخطوة دي عشان يبقى الفينش عندي من بره ومن جوه يبقى كويس. بعد كده انا هعمل ايه، اعمل لها زي كيس خارجي كده من فوق بحيث ان هو يتربط. انا عندي الجدل صغير انا هستخدمه للعب الاطفال،
وعندي لعب كتير لبنتي ومش هيكفي، فحبيت ان انا اعمل له حتة زيادة كمان بنفس لون القماش ده. هبدأ برضو ان انا احط على الطرف كده من فوق بتاع الجردل، وهحط شمعة واثبت القماشة كويس، بس انا هحطها لتحت بحيث لما ارفع تبقى قماشة كأني انا مخيطاها، ما يبقاش الشمع باين. طبعا واحنا شغالين كده طبعا ما تنسوش تحط لنا لايك، اللايك بيرفع من الفيديو يخلي ناس كتير كتير جدا زيكم يا حلوين يشوفوا الفيديو. خلاص عملنا اخر حتة، بعد كده هقلب القماشة بتاعتي برضو لفوق. بعد كده بالمقص بتاعي وابدا اعمل فتحات صغيره خالص. انا طبعا اول فتحه عملتها كبيره، بس لا هي الفتحات بتبقى صغيره خالص كده بحيث ما تبقاش باينه، وفي نفس الوقت ما تنسلش، بحيث يا دوبك اطلع منها الخيط اللي انا هعمله. انا جبت من الخيط الخيش 3 وحدات كده، 3 فتل، وابدا ان انا اعملهم زي الضفيره، اثبتهم باي حاجه بحيث ان الفتله ما تتشدش معايا تبقى ثابته. بصوا الفكرة دي برضو على فكرة ممكن تعملي منها حزام لأي دريس عندك، فكرة حلوة قوي. أنا ربطت طرف والطرف التاني هنسله كده، أفك الخيط اللي في الطرف بس طبعا بعد ما أربطه أهو. أي مشط عندك تبدأي ان انتي تعملي كده. ابدأ بقى ان انا ادخل الخيط بتاعي او الضفيرة اللي انا عملتها دي من بين القماش كده، يعني زي ما بنقول هدككها. الخطوة دي بصراحة انا حبيتها جدا. بعد كده انا هربط الخيط بتاعي دوت او الضفيرة دي كذا ربطة بحيث تبقى كبيرة، الراس اللي هي في الاخر دي تبقى كبيرة وما تطلعش تاني من القماشة. بصوا كده العلو بتاعها هيبقى الارتفاع بتاع الجردل قد ايه، تبقى اربطيها زي ما انت عايزة. طبعا انا مش هسيبها كده، اعمل لها اي فينش. انا كان عندي الكلفة دي بس كانت حتة صغيرة، قلت مش مشكلة هحطها، هتبقى مدية برضو شكل حلو. الجزء اللي تحت بتاع القاعدة ده فيه فراغات كده بسيطة، هحاول ان انا اغطيها بنفس الخيط اللي انا عملت منه الضفيرة. برضو كان معايا الشريطة دي، هي المفروض ان انا كنت انزلها تحت شوية، برضو قلت ان انا احطها برضو هتبقى مدية شكل حلو جدا. طبعا التزيين اللي في الاخر ده بيبقى زي ما تحبي. انا برضو كان في عندي شريطة من الوردة دي، قصصت منها كام وردة كده وهبدأ ان انا احطهم. هو كده دي الفينش النهائي بتاع الجردل بتاعي. انا عملته باسكت للعب بالاطفال، الفكرة حلوة جدا وما كلفتنيش اي حاجة.
انا برضو هحط فيه اللعب واوريكم. بصوا انا دلوقتي حطيت فيه اللعب اللي عندي، انا طبعا مش حطيت اللعب كلها بس حطيت على قد ما ياخد. انا فكيت الكيس كده، بصوا واخد لعب كتير جدا يعني طبعا اللعب دي، وفي نفس الوقت برضو انا حابه الرباط ليه، لان الجردل ده لما لو كان مكشوف كان بنتي في ثانيه تروح جايه واخده الجردل وتروح جايه قلباه، لكن دلوقتي هو يعني محكوم شويه. بصوا الفكرة حلوة، عندي أفكار كتير حلوة جدا وهتعجبكو، فما تنسوش تحطولنا اللايك عشان يوصلكو كل الفيديوهات الجديدة وكل الافتكاسات الجديدة، واستنوني إن شاء الله في فيديو جديد، ما تنسوش اللايك. السلام عليكم.